السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وما جاء في الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: نائب رئيس الوزراء يبلغ محافظ حضرموت اعتراض الحكومة على إقامة مشروع استثماري بمحمية شرمة الطبيعية. العفو الدولية تدعو ميليشيا الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام بحق 4 صحفيين يمنيين. الحكومة: محاولة الميليشيا الحوثية استهداف خطوط الملاحة الدولية تنفيذ حرفي لتهديدات إيران. رمزي محروس الانتقالي يعمل في سقطرة على تجريف مؤسسة الدولة وملشنة المحافظة. مقتل مواطنين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين جنوب الحديدة. الحوثيون يقتحمون مؤسسة أهلية في إب وينهبونها ويخطفون موظفيها. الهجرة الدولية تقدم معونة نقدية بغرض توفير المأوى لأكثر من 25,000 نازح في مأرب. مركز العزل العلاجي المركزي بوادي حضرموت يشكو انعدام الأكسجين. التغيير نت: استهداف وتدمير زورقين مفخخين يسيرهما الحوثي عن بعد. الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة التي منحت للمجلس الانتقالي بموافقة هادي. وفاة شاب 20 بعد سقوط دراجته الهوائية من على قمة جبل شاهر في محافظة المحويت. الصحوة نت: تسجيل 24 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس كورونا في 4 محافظات. صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين قائد للواء 35 مدرع. مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقي بنيران الجيش الوطني في الجوف. الحكومة: محاولات الميليشيا استهداف خطوط الملاحة الدولية تنفيذ حرف لتهديدات إيران. جبايات الميليشيا تضرب النوادي والاستراحات ومقاهي الإنترنت. وكالة سبأ: سلوفينيا تعرب عن قلقها من احتمال انهيار خزان النفط العائم قبالة الحديدة. رئيس الوزراء يناقش مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. اللجنة الأمنية بتعز تعقد اجتماع موسع لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة. الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في جبهة نهم. حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية بمأرب بالصواريخ. مصر وإصابة 6 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي غربي تعز. مديرية القضم تقر حظر التجوال ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا. الحوثيون يستولون بالقوة على أراضي إحدى كبرى العائلات في صنعاء. تخوف أممي من عودة المجاعة إلى اليمن وسط انتقادات. الحكومة اليمنية تعاضي الحوثيين مع جائحة كورونا فاقم من الوباء والوقت من درب كارثة. منظمة دولية تقدم معونات لأكثر من 3,000 أسرة نازحة. سبتمبر نت: نائب الرئيس يعزي قائد اللواء السابع حرس حدود في استشهاد نجلة وعدد من ضباط اللواء. الحكومة: محاولة الميليشيا الحوثية استهداف خطوط الملاحة الدولية تنفيذ حرفي لتهديدات إيران. قيادة دائرة التوجيه المعنوي تزور اللواء بحيبح وتطمئن على صحته. قوات الجيش تهرس تقدمات ميدانية شرق صنعاء وتكبد الميليشيا خسائر كبيرة. الإصلاح نت: تقرير حقوقي، 108 قتلى وجرحى بنيران ميليشيا الحوثي في عدة محافظات الشهر الماضي. ميليشيا الحوثي تواصل إزهاق أرواح المدنيين في الحديدة قنصا وقصفا. رئيس الإصلاح تعز يعزي القيادي المؤتمري علي سرحان في وفاة والده. وزير الخارجية الأمريكي: إيران مستمرة بإرسال السلاح للحوثي وعلى مجلس الأمن تمديد الحظر. تقرير حقوقي، 108 قتلى وجرحى بنيران ميليشيا الحوثي في عدة محافظات الشهر الماضي. ميليشيا الحوثي تواصل إزهاق أرواح المدنيين في الحديدة قنصا وقصفا. سهيل نت: استئناف دوري أبطال أوروبا من دون جمهور. توقيع اتفاقيات شراكة لدعم الابتكار في العالم الإسلامي. برنامج الأمم المتحدة للبيئة. تواصل دائم مع غوتريش لإيجاد حل سريع لصافر. سلوفينيا تبدي استعدادها مساعدة اليمن في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل الضحايا. وكالة أممية: اليمن لا يحتمل مجاعة جديدة وأوضاع ملايين المواطنين في تدهور. الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لإطلاق الصحفيين وإسقاط قرار الإعدام الحوثي. تسليم مساعدات لأكثر من 25,000 نازح في مأرب لإعادة بناء مخيماتهم. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودي. الوطن السعودي: انتزاع 1092 لوم في اليمن خلال أسبوع. الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عددا من الادعاءات للجهات والمنظمات العالمية. مساعدات إيوائية لمتضرر سيول حضرموت. الشرق الأوسط: شهر صراعات حوثية يخلف 100 قتيل وجريح. مقتل مدنيين 2 في الحديدة والميليشيات تصفي مشرفا على زرع الألغام.
العربية نت: طالت أطفالا ونساء 339 انتهاكا حوثيا باليمن في شهر. مصرع قائد محور الجوف التابع للحوثيين: الميليشيا تعترف. قناص حوثي يقتل طفل غرب اليمن. الإرياني: زوارق الحوثي المفخخة عمل إرهابي يهدد العالم. الرياض: عبد الملك يؤكد تحقيق خطوات إيجابية على طريق اتفاق الرياض. الصحة العالمية تقدم مستلزمات وأجهزة طبية لمراكز غسيل الكلى في حضرموت. برنامج الأمم المتحدة للبيئة: نعمل لإيجاد حلول سريعة بشأن خزان النفط العائم في اليمن. الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني. إلى مقالات الرأي والتحرير، والبداية من مقال نشر على موقع أوام أونلاين للكاتب همداني العلي، تحدث فيه عن ضرورة تغيير المبعوث الأممي قبل أن يضيع اليمن. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البريطاني بعث غريفة مبعوثا خاصا له إلى اليمن خلف الإسماعيل ولد الشيخ أحمد في فبراير شباط 2018. وفي سياق تقديم المبعوث الجديد للشعب اليمني والعالم، قال المتحدث باسم الأمين العام بأن غريفيث لديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والوساطة والشؤون الإنسانية، مدللا على ذلك بالإشارة إلى أنه عمل مستشارا لثلاثة مبعوثين خاصين إلى سوريا، هذا البلد العربي العظيم الذي ما يزال يعاني من الحروب والانقسامات والوضع الإنساني الصعب حتى هذه اللحظة. عندما تم تعيين غريفيث كان المزاج الدولي يقف بشكل واضح إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، يرفض الانقلاب وسيطرة ميليشيا عنصرية مسلحة على عاصمة اليمن، لما لذلك من نتائج كارثية على المستوى السياسي والاجتماعي والإنساني أيضا. وترجمة لهذا التأييد، كانت الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن قد أصدرت عددا من القرارات التي تؤكد على ضرورة إلغاء الانقلاب وتسليم مؤسسات الدولة والسلاح المنهوب وإطلاق سراح المختطفين، وعلى رأسها القرار 22/16. كان تعيين المبعوث الأممي الجديد بمثابة نقطة تحول في نظرة أطراف المجتمع الدولي لما يحدث في اليمن، فقد نجح غريفيث في تجريد الشرعية جزءا من التأييد الدولي مستغلا جنسيته البريطانية وعلاقاته الدولية والمنظماتية والإعلامية التي أسهمت بشكل كبير في تصوير ما يحدث في اليمن على أنه مجرد خلاف سياسي يمكن حله من خلال إجبار الحكومة الشرعية على التكيف مع الانقلاب الميليشياوي السلالي العنصري الجديد، بدلا من امتثال جماعات ما دون الدولة الشرعية الدستورية المنتخبة من الشعب. بدأت أولى ثمار هذا العابث الأممي تظهر فيما سمي باتفاقية ستوكهولم التي فرضت بضغوط دولية مورست على الحكومة الشرعية وانتهت بإيقاف القوات المشتركة على أبواب الحديدة على أساس انسحاب الحوثيين منها بحسب الاتفاق. قابل ذلك التنصل الحوثي ورفض مطلق لتطبيق أي بند من بنود الاتفاق، بمعنى أن الأمم المتحدة أوقفت تحرير الحديدة وتحولت إلى حامية لحكم الحوثيين على المدينة، وهو ما فاقم من الوضع الإنساني فيها. بعدها تبنى المبعوث الأممي مبادرة الحوثيين الخاصة بالحساب البنكي المستقل في الحديدة بهدف تسليم المرتبات للموظفين. وأمام ضغوط أممية ولدواعي إنسانية، وافقت الحكومة اليمنية على هذه المبادرة لينتهي الأمر بسرقة الحوثي للأموال ورفضهم تطبيق التفاهمات الاقتصادية التي تلزمهم بتسليم المرتبات. في مارس آذار 2019 قدمت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الخارجية السابق خالد اليماني احتجاجا رسميا لدى الأمم المتحدة على تجاوز مارتن غريفة في مهامه. وفي مايو آيار من نفس العام وجه الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة شديدة اللهجة مكونة من 5 صفحات تتضمن انتقادات غير مسبوقة لأداء المبعوث الأممي وتتهمه بممارسة تصرفات مستفزة منذ توليه مهام عمله في اليمن. وبالرغم من تعهدات الأمين العام والمبعوث الأممي بالالتزام بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية، إلا أن ذلك لم يحدث. وبدلا من تطبيق القرارات الأممية على رأسها القرار 22/16، قدم غريفيث مؤخرا رؤية حل الأزمة اليمنية متناقضة روحا ونصا مع مرجعيات الحل الوطنية والأممية، وهو ما يعتبره اليمنيون انحرافا واضحا عن المسار المطلوب للأمم المتحدة، ويهدف إلى تغيير وتجاوز التعريف القانوني المعترف به دوليا للشرعية اليمنية ومساواتها بالطرف الانقلابي ومنحه مشروعية سابقة لأي محاولة جادة للتوصل لحل وطني عادل يضمن سلام واستقرار دائم في اليمن والمنطقة. لم ينجح العابث الأممي في شيء سوى إطالة معاناة اليمنيين وإعطاء المتمردين الحوثيين فرص لتعزيز قوتهم، بالإضافة إلى تغيير النظرة الدولية لما يحدث في اليمن وهو الأخطر هنا، ويجب العمل على معالجته في أقرب وقت ممكن من خلال عدد من الخطوات على رأسها إعلان عدم التعامل مع الفاشل غريفيث، لا سيما وفترة عمله قاربت على الانتهاء. على الشرعية أن تعمل على تغييره في أسرع وقت ممكن قبل أن ينجح في إقناع مجلس الأمن بإصدار قرار أممي جديد يضعف القرار الأممي 22/16 ويجرد الحكومة الشرعية من حقها القانوني ويساويها بالانقلاب السلالي العنصري المدعوم من إيران. إلى موقع الصحوة نت، والذي نشر مقال للكاتب سليم بن عبد العزيز، تحدث في مقاله عن نكف الحوثيين على مأربة ومآلات هذا النكف. بإنهاء الجيش والأمن في وادي عبيدة مأرب خلية سبيعيان الإرهابية وتبيان مدى ارتباطها بالحوثية عبر سلسلة أحداث أثبتت تورطها في تنفيذ عمليات مختلفة.
استهدفت أمن واستقرار المجتمع الأهلي والسياسي في محافظة مأرب. هي الحوثية تحاول استثمارها بطريقة بشعة وساقطة باعتبار تلك الحادثة مسألة اجتماعية خالصة وعيب قبلي أسود. فما الذي تسعى الحوثية إليه من وراء ذلك؟ أولا، تسعى الحوثية من خلال حادثة خلية آل سبيعيان إلى فصلها من كونها مسألة أمنية بحتة وتضر بأمن المجتمع الأهلي والسياسي هناك، عبر جعلها قضية عيب منافية لأسلاف وأعراف المجتمع الأهلي، وصولا إلى جعلها مرتكزا للتجيش والتعبئة والتنييد الاجتماعي والسياسي وتوظيفها بما يخدم استراتيجيتها الهادفة إلى إسقاط مأرب عبر خلق الانقسام الاجتماعي حولها وإليها يمتد ويتمأسس. لتشكل قبيلة عبيدة مركز الثغرة الاجتماعي والسياسي ذي النزعة الوطنية في مقارعتها للحوثية ومنازلتها إياه من أول وهلة أطلت الحوثية بقرونها الطائفية وذات النفس العنصري الكريه والمدان. ثانيا، تعمل الحوثية من خلال إيلاء حادثة خلية سبيعيان ومدى ارتباطها بها إلى خلخلة الصف الوطني متمثلا بقوته الاجتماعية وقاعدته السياسية وذراعها الأمني والعسكري، خصوصا وقد أظهرت الأحداث والتعبئة مدى فشل الحوثية استراتيجيا في ضرب مأرب واستهدافها عسكريا ميليشياويا وأمنيا عبر خلاياها المزروعة هناك. لذا لجأت الآن إلى خلخلة هذا الصف الوطني الذي تتحد فيه الذاتية والموضوعية الاجتماعية والسياسية الأمنية والعسكرية عبر تحويل مسار المعركة وجعل مسألة الثار باستشعار العيب، وهي العيب الأحمر والأسود معا، وذلك بهدف جعلها حربا ثأرية من عبيدة وإليها، أي في المجتمع الأهلي وإليه، تبدأ به وتنتهي بما تبتغيه الحوثية وتعمل عليه ليل نهار، وهو إسقاط مأرب في معركة أهلية وثأرية من داخلها وإشغال الجانب الأمني والعسكري بذلك بدلا من مواجهة الحوثية، وبالتالي خلق واقع اجتماعي منكسر وذا توجه نكوصي عن بعده الوطني، الأمر الذي سيسهل للحوثية ابتلاع مأرب وإسقاطها، ومن ثم وباسم النكف ومؤازرة آل سبيعيان ورفع الظلم والحيف عنهم كما تدعي الحوثية وتجيش وتسير خطتها هناك. والهدف العام والأساسي هو ضرب ولا مأرب وخط المجتمع الأهلي والسياسي وإسقاطه فيما بينه ابتداء، وصولا إلى سحق الدولة والمجتمع هناك وجعله منكشفا أمام الحوثية واستراتيجيتها الميليشياوية ككل. الملاحظ أن الحوثية ومن خلال حشدها الاجتماعي كما بدأ إعلاميا ستفشل، ليس لإدراك بناء مأرب وشخصيتهم الاجتماعية وقادة الرأي هناك لما خطر الحوثية وما تبتغيه، ناهيك عن اكتشاف خلية سبيعيان نفسها وإثبات ولاءها للحوثية وتهديد المجتمع المأربي، بل وأن خلية سبيعيان نفسها هي من شنت وخرجت عن إجماع القبيلة ومشايخها وإرادتهم وأسقطت من حسابها حق الأخوة وأرومة الدم، فكانت بمثابة عيبا أسودا عبر قتل محسن سبيعيان لعمه ورفضه كل نداء أخوي مأربي واستخفافه بالشهداء الذين قدمتهم عبيدة نفسها في درب الحرية ومسار التحرير من نير الحوثية وأفعالها التي لا تمت بصلة لحق الإخاء أو الدم أو الإسلام أو داء النخوة بشيء. فالحوثية عيبا مركبا أخلاقيا وقبليا ودينيا وعروبة وانتماء، وخلية آل سبيعيان جزءا من ذلك، وإلا لما رضي أبناء عبيدة ومشايخهم بما حدث بآل سبيعيان ولا كانوا رأس حربة في التخلص منها وشكلوا رافعة لأمن ومصلحة واستقرار وسلام وطنية مأرب وأهلها بكل أطيافهم وفئاتهم وانتماءاتهم الحزبية ككل. علاوة على ذلك، فيقظة الجيش والأمن هناك وخططهم الاستراتيجية إزاء الحوثية ومجابهتها قد أثبتت عند كل منعطف وخطر داهم مدى نجاعتها ونجاحها في التصدي وضرب أنساق الحوثية وتدميرها عند أول مواجهة، فما بالك والحوثية تعد العدة لإسقاط مأرب والتخلص من كل هذه القوى مجتمعة. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للكاتب الصحفي عبد الإله البوري، تحدث في منشوره عن 4 إخوة استشهدوا في المعارك ضد ميليشيا الكهنوت. يا كاتب التاريخ، فلتعد القراءة والكتابة مرة أخرى، أراك لحنت كلنا وجع وأيضا كلنا فخر واعتزاز بهذه الأسرة. 4 أخوة من أشرس القادة العسكريين قضوا نحبهم في معارك متفرقة طوال سنوات الحرب. اليوم شيع جثمان العقيد عبد رب الأقرع، ورغم الجراح وما زال القائد البطل الشيخ خالد الأقرع الأخ الخامس لهم ما زال على رأس المعركة يتقدم الصفوف ويقود اللواء الأول مشاه جبلي. وهذه الأسرة البدوية النقية تعيش متنقلة بين صحراء الجدعان وجبال نهم، فأخذت من الجبل الشموخ ومن الصحراء النقاء والصفاء. في العام 2014 وبعد سقوط الدولة خاضوا معارك ضد الميليشيا الحوثية، ويومها لا إعلام يتحدث عنهم ولا تحالف يساندهم، قاتلوا في قمم الجبال بكل شراسة ومعهم قومهم البدو الأبطال، فسلام عليهم في الأولين وسلام عليهم في الآخرين، وعزاؤنا للوطن وللقائد البطل الشيخ خالد الأقرع قائد اللواء الأول مشاه جبلي في استشهاد شقيقه الرابع عبد رب صالح الأقرع. الدكتور يحيى الأحمدي كتب منشورا على صفحته تحدث فيه عن الزيادة في أسعار العمولات. هل أتاكم خبر عمولة الحوالة؟ هي عملية نصب تجري بحق المواطنين وتنمو بشكل متسارع، حيث وصل باللصوص إلى استقطاع 20% من إجمالي المبلغ المحول من محافظة إلى أخرى، مع أنها كانت لا تتجاوز 1%.
هذه الجريمة تستدعي استنفار كل الجهود وحشد كل الطاقات في مواجهتها نصرة للمساكين الذين لا صوت لهم في ظل غياب الدولة. يدفع هذا الشعب 20% من قوته لتعويض الحوالة الداخلية الملعونة التي شكلت إضافة أخرى إلى جملة من جرائم الاختلاس والتقطع والنهب الممنهج رفقا بهذا الشعب يا عصابة اللصوصية والابتزاز. إلى تويتر وأول تغريدة تطالعنا لعبد السلام محمد مستشار وزير الإعلام والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن استمرار انقطاع مرتبات الجيش. من الذي يعاقب الجيش الوطني بعدم تسليم رواتبهم ومنع تسليحهم؟ ولماذا يعاقب ضباط وجنود الجيش الوطني والمقاومة؟ إذا الهدف فرض أجندة خارجية على اليمن فهذه السياسة لا يستفيد منها الخليج بل تستفيد إيران، وإذا بحجة فرض السلام فمن أعلن الحرب هو الحوثي ولا زال يجند ويسلح وعينه خلف الحدود. إلى أفراح الزوبة والتي كتبت تغريدة تحدثت فيها عن استهداف الحوثيين للقرى والمدن وإجرامه بحقهم. الحوثي مجرم بهجومه على المدن والقرى اليمنية وآخرها مأرب، ومجرم بمن يسوقهم للحرب مثل القطعان كما أكلت في الآن صحاري مأرب والجوف وقبلا جبال تعز وسهول تهامة وعدن ولحد والضال الوئب. تتحدث الأخبار عن آلاف القتلى ممن يستغل الحوثي حاجتهم وفقرهم. أما الزميل محمد الضبياني فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن احتفاظ الحوثي باليمنيين كرهائن تحت سطوته. يحتفظ الحوثي باليمنيين كرهان تحت قبضته الغاشمة، يستطيع أن يفعل بهم ما يريد، أن يسجنهم، أن يهدم بيوتهم، أن يحاكمهم ويتهمهم بما يشاء، ويستطيع أن يعذبهم حتى الموت، لكنه بذلك لا يفعل أكثر من تعظيم فاتورته الآجلة والمستحقة، وستبقى مقاومته أسمى الفضائل التي يجترحها اليمنيون. إلى الناشط محمد صلاح والذي تحدث في تغريدة له عن حضور الدولة في ذهن المواطن اليمني. لم يحدث أن غاب الانتماء لليمن بين سكانها في المناطق المختلفة منذ بروزها ككيان سياسي واجتماعي، ودلالة هذا الانتماء العميق بين السكان يشير وبصورة غير مباشرة للحنين إلى الدولة، وحضورها أي اليمن في الذهن والوجدان يستدعي إيجاد الثانية على الواقع. أما موقع الخارجية الأمريكية فقد كتب تغريدة تحدث في فقد نشر في الموقع تغريدة تم الحديث فيها عن اعتراض سفينة في قبالة السواحل البحر الأحمر وتحمل شحنات إيرانية غير مشروعة. اعترضت القوات الأمريكية وقوات الشركاء سفينة قبالة سواحل اليمن تحمل شحنات إيرانية غير مشروعة بما في ذلك صواريخ أرض جو وصواريخ مخصصة لهجمات أرضية وصواريخ مضادة للدبابات. أما في موقع محافظة مأرب فقد نشر تغريدة تم الحديث فيها عن استهداف الحوثيين لمدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين. يأتي قصف ميليشيا الحوثي لمدينة مأرب التي تحتضن مئات الآلاف من السكان والنازحين ضمن جرائم الاستهداف المستمرة للأعيان المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية منذ 5 سنوات، وسط تغاضي دولي عن هذه الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.